يوم 25 من كانون الثاني في العام 2008 دوى انفجار سمع في أنحاء بيروت، وفي وسط التساؤلات عن هوية المستهدف سرت شائعات عن استهداف رجل أمن، وما لبثت هذه الشائعات أن تحولت إلى حقيقة. قتلوا وسام عيد. ما إن توضحت هوية الشخصية المستهدفة حتى توضحت أسباب الاستهداف، جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومحاولات إخفاء معالم الجنات وهوية الجهة التي وقفت وراء هذا العمل الإرهابي. ذكاء الرائد الشهيد وسام عيد واندفاعه وحبه للبنان كانت الأسباب التي دفعت المجرمين إلى ارتكاب جريمتهم. فالرائد الشهيد عيد كان توصل وبجهد شخصي جبار إلى اكتشاف شبكات الاتصالات بين الهواتف الخلوية التي استعملها المجرمون لاغتيال الرئيس الحريري. هذا الاكتشاف الذي ارتكز عليه المحققون الدوليون وقضاة التحقيق لإصدار قرارهم الاتهامي بحق 4 لبنانيين من حزب الله كمرحلة أولى. رحل وسام عيد مغدوراً، غدره الجبناء لأنه اقترب كثيرا من الحقيقة، لكن المحكمة آتية والعدالة آتية، وروح الشهيد الرائد وسام عيد سترتاح في عليائها عندما ينال المجرمون قصاصهم ولو بعد حين. كلنا للوطن.